أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. علمت موزايك أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر أمس بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب مجمد عن ولاية القصرين ومعتمد سابق بفريانة، وذلك من أجل الاستيلاء على هكتارات من الأراضي بفريانة من ولاية القصرين. وقرر قاضي التحقيق الإبقاء على متهمين اثنين خرين بحالة سراح، من بينهما مدير عام بوزارة أملاك الدولة وإطار متقاعد بوزارة التجهيز. ونسبت إلى المتهمين جملة من التهم على غرار حصول موظف عمومي أو شبهه على منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، وغسل أموال باستغلال تسهيلات خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، واستغلال مقطع غير مرخص فيه.